أهلا بكم، تتابعون معنا في العرب اليوم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية. نناقش في العرب اليوم أبعاد ودلالات هذه الزيارة وانعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وبكين. أيضا واشنطن تؤكد أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري كان يخطط لاستهداف مصالح أمريكية انطلاقا من أفغانستان، وتقول إن وجوده في كابول يعد انتهاكا لاتفاقية الدوحة. في العرب اليوم أيضا توتر على الحدود مع غزة بعد اعتقال إسرائيل لقياديا في حركة الجهاد الإسلامية. ما في العراق فدعوات من التيار الصدري لأنصاره للانسحاب من مبنى البرلمان في غضون 72 ساعة. العرب اليوم معي أنا جمال عز الدين في تمام الساعة 8 بتوقيت القدس، 5 بتوقيت غرينتش، وفي بث مباشر على يوتيوب.